ازيك يا صاحبي، عامل ايه؟ قدمت ورقي في النقابة ولسه مستلم الكارنيه النهاردة الصبح. رسميا بقيت الدكتور عبد الرحمن جمال. انت مش متخيل انا فرحان ازاي يا صاحبي. والله قلت كمان ما ينفعش حدث مهم زي ده يحصل وما تبقاش انت اول واحد تعرف، زي ما تعودنا طول عمرنا بنشارك بعض الوحشة بالحلوة. كمان انت بقيت صاحب الدكتور يا صاحبي. وحشتي والله يا صاحبي. فاكر يالا الايام اللي قضيناها مع بعض؟ فاكر لما كسبتك في الدومون 4 فروات ورا بعض وانت اتعصبت وقعدت هنا لحد الفجر عشان تكسبني جيم واحد وبرضه ما عرفتش يا فالح؟ فاكر؟ والله يا عم ظلم، انا كنت اليوم ده بتخم ما اعرفش ازاي، بس تمام يا صاحبي، يعني مش اي مشكله، الدنيا كاس وداير. يعني يا عم ظلم ايه؟ روح الجأ للفار بس الاول. معلش يا عم خلاص، بصراحة كلمة حق تقال، يعني انت كنت بتحط عليا في البلاي ستيشن، بس برضو ما تنساش وما تنكرش اللي كنت بعمله فيك في الدومون. ها فاكرها تبقى ايه؟ بنردها لبعض في البلاي ستيشن وانا في الدومون، بس مسامح يا عم، تعمل اللي انت عايزه يا صاحبي. طب فاكر لما الاكس سابتني؟ فاكر؟ وكنت زعلان وكنت اخش في اكتئاب، كنت انت الوحيد اللي وقفت جنبي لحد ما عديت من اللي كنت فيه. والله صعب، هي اللي خسرانة. مين الغباء اللي ترفض حد جميل زيك؟ والصراحة البت دي كانت شكاية معايا سكة خالص، مكانش لونك صعب، انت الف واحد تتمناك. حبيبي يا صاحبي والله. فاكر لما كنت بروح لك عند البيت يلا عشان نروح الجامعة مع بعض، وكنت بتأخر عليك وكنت تتعصب، بس أول ما نشوف بعض من بعيد تضحك وأنا أضحك وتنسى إني اتأخرت عليك أصلا، وننسى المحاضرات وننسى الكلية أصلا. لا لا استنى بس، سيبك من كلية المحاضرات مش عارف ايه، اقسم بالله ما هستناك تاني. يعني جاي تقول لي جالك الساعة 7:30 بالدقيقة، عليك من الطالع ساعة في الشارع وتفوت على المحاضرة يا مفتري؟ طب يا عم تمام، لو تأخرت عليك بعد كده مش وسيبني. فاكر يالا التزويق كنت مسافر في القطر عشان ما ندفعش الجنيه حق التذكرة، مع ان ساعات بيبقى معانا الجنيه بس بنحب الرخم وخلاص. والله كانت ايام حلوة والله يا عم. اه يا عم والله ما كناش شايلين هم اي حاجه، حتى ولا كليه ولا محاضرات ولا اي حاجه خالص، حتى كنا بنخلع ونحضر نفطر على عربيه عم سلول. كنا يا ابني نقدر نطبق فول من هنا، كان بيغمى علينا وما كناش بنقدر نكمل يوم خالص. والله فكرتني باللي مضى يا ابني، ولا ايام السهر والمشي على البحر في الصيف لحد الفجر، يا سلام على الروقان. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وحشني والله يا صاحبي، وحشني، بتمنى بدل المرة 1000 إنك كنت تبقى معايا. في اوقات كتير اوي في حياتي كنت ببقى محتاجك فيها، بس انت مش صاحب جدع على فكرة. لا والله متفناش اننا نسيب بعض في نص السكة. سبتني يا صاحبي اواجه الدنيا دي لوحدي. ربنا يسامحك يا عم، ربنا يسامحك. انا عارف انك في مكان احسن بكتير من هنا. ربنا يرحمك يا صاحبي، ربنا يرحمك ويصبرنا. وصبرنا يا رب.